بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي بشرطها وشروطها وأمن شروطها. ما المراد بالحصن؟ وما المراد بأمن من عذابي؟ وما المراد بشرطها؟ وما المراد بشروطها؟ الحصن يحفظ الإنسان عن الأعداء في حصون القلاع السابقة، كانوا يسورون سور، والأمة الجماعة القوم العشيرة يتحصنون في داخل هذا الحصن. إذا تحصنوا الأعداء الخارجون لم يتمكنوا من الوصول إلى من في داخل الحصن. كلمة لا إله إلا الله، من يعتقد بالله إلها واحدا لا شريك له فهو في حصن من الأعداء الداخلين والخارجين، هذا حصن. كلمة لا إله إلا الله حصن، حصن مع الله، الله يحصن. ومن دخل حصني أمن من عذابي، فاسم يفسرون عذاب الله في الآخرة، لا، مشاكل الدنيا أيضا هي عذاب الله. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. أيضا عذاب الله، عذاب الله مو في جهنم وفي الآخرة وحيث الإنسان يموت فقط، وإنما كل مشاكل الدنيا ومشاكل الآخرة تسمى بعذاب الله تعالى. من دخل لا إله إلا الله هذا الحصن، يعني اعتقد بالله إلها واحدا لا شريك له، هذا الإنسان مأموم عن عذاب الله. هل أن نقول لا إله إلا الله أو نعتقد لا إله إلا الله يكفي؟ الإمام قال بشرطها وشروطها، لا ما يكفي. يعتقد لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، هذا مو حصن. الحصن وأن تكون داخل الحصن مشروط بشرطها وشروطها. ما قال الإمام بشروطها، قال بشرطها وشروطها، كرر. شرطها الاعتراف بالرسالة، يعني أنك تعتقد لا إله إلا الله ولا تعتقد أن محمدا رسول الله. إذا اعترفت بالله مشروطاً باعترافك برسالة الرسول، وإذا جاءت رسالة الرسول جاءت نوبة الشروط، الشروط الأئمة المعاد الأحكام، لأن هذن كلها وراء اعتراف بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام قال أنا من شروطه. إذا اعتقدت بلا إله إلا الله قولا وعملا بشرطها الرسالة وبشروطها الإمامة والمعاد والأحكام اعتقادا وعملا، ذاك الوقت أنت في حرص، ما هو عذاب. هذه من أروع الكلمات التي صدرت عن المعصومين وكلها رائعة، لكن هي كلمة حقيقية وكل كلماتهم حقيقية، يعني مو فرد كلمة تشريفاتي، لا، كلمة واقعية. كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. هل مجموعة حصن؟ إذا هالمجموعة واحد منهم سلام، الحصن فلما الأعداء يدخلون؟ إذا أراد الإنسان أن يبقى بمن أن عن عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة
هذا العلاج، هذا الفرس. كيف أن لو اعترفنا بالإله وبالشرط والشروط نكون بمنأى من عذاب الدنيا، عذاب الآخرة شو وقع؟ الحقيقة هذا يحتاج إلى بحث طويل، وما علينا بالبحث الطويل، وإنما علينا بكلمة، هو أن الإنسان إذا اعترف بالإسلام كاملا قولا وعملا، والذي هو عبارة عن الاعتقاد بالجنان والاعتراف باللسان والعمل بالأركان، الإسلام الكامل يعني هذا. هذا الإسلام والإيمان يحتاج إلى ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن نفهم الإسلام، هذا الشيء مو سهل. تفهم الإسلام سياسة، اقتصادا، ثقافة، اجتماعا، تربية، عائلة، نفهم الإسلام ونفهم خطط الإسلام في هذه الأمور. أول شيء أن نفهم الإسلام، وهذا كلش مهم. نحن المسلمين نفهم الإسلام صلاة صح، صياما صح، حجا صح، خمسا صح، صدقا، أمانة، وفاء، حياء، أخلاقا، كل صح. لكن نفهم اقتصاد الإسلام؟ نفهم كيفية اجتماع الإسلام؟ فأول شيء أن نفهم الإسلام. الشيء الثاني، وهذا هو تكليفنا، الشيء الثاني أن ندعو إلى الإسلام الذي فهمناه. نحن ندعو إلى إسلام الصدق، نحن ندعو إلى إسلام الحج، نحن ندعو إلى إسلام زيارة الحسين، هذا كله صحيح، لكن ندعو إلى الإسلام الذي هو سبب ما تقدم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقدم به غير رسول الله من الأنبياء السابقين أو من الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء الثاني أن ندعو إلى هكذا إسلام. لماذا شبابنا في الداخل والخارج وفي كل بلاد الإسلام طرحوا الإسلام وركضوا أمام الماركسية وعفلاق وزيد وعبيد؟ لماذا هذا الشيء؟ لأنهم هم رأوا أن الإسلام صلاة وصوم وحج وزكاة، هذا مو مبدأ الحياة، وأرادوا شيئا آخر فلم يجدوه عندنا، ركضوا إلى غيره. إذا كنا نحن فسرنا الإسلام كما في القرآن وفي السنة، هذا التفسير لكي يلتفوا حولنا أيضا، أقل قسم منهم يلتفوا حولنا، قسم يلتفوا هناك، قسم يلتفوا هناك، قسم يلتفوا هنا. الشيء الأول الذي نحن بحاجة إليه فهم الإسلام. الشيء الثاني الذي نحن بحاجة إليه الدعوة إلى هذا الإسلام المفهوم. الشيء الثالث الأصعب أن نفهم كيف نطبق. كيف يطبق يعني شنو؟ لعلك تقول إذا فهمناه طبقناه. أبدا، فهم شيء والتطبيق شيء. الآن أمثل لكم كمثال للتوضيح. في القرآن الحكيم أكبر الآية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الإسلام دين السلام. آية أخرى: أتوا جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. أما أنت تفهم وأنا أفهم، أين أطبق السلام وأين أطبق الحرب؟ هذا تطبيق غير الفهم. فهمنا أن الإسلام فيه سلام وأن الإسلام فيها حرب، لكنه في أي موضع أطبق السلام وفي أي موضع أطبق الحرب؟ هذا تطبيق، هذا شيء آخر مو فهم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان أمامه هاتان الآيتان، شوفوا في الآية الكريمة يقول: يا أيها الرسول جاهد الكفار والمنافقين. هل عندكم فرد مكان أن الرسول جاهد المنافقين؟ حسبت تبع عيال ناقص ما مثل ما جاهد الكفار أقصد. لماذا؟ مع آية واحدة: جاهد الكفار والمنافقين. ف
ثم بعد ذلك يقول واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. الرسول فكر، لأن الرسول كان يعرف التطبيق، أين يطبق السلام أين يطبق الحرب، فهم غير شيء. الثالث أن نفهم كيف نطبق. تطبيق هو شيء، وأكثريا نحن عراة عن الثلاث، فهما دعوة تطبيقا. نحن نفهم الصدق، ندعو إلى الصدق، نطبق الصدق أصلا. نفهم الحج، ندعو إلى الحج، نطبق الحج، نذهب. أما نفهم الإسلام ككل، ندعو إلى الإسلام ككل، نطبق الإسلام ككل، هذا الشيء المشكل فيه، وهذا هو الشيء الذي نحتاجه، وهذا هو الحصن الذي ما فيه عذاب. وإلا فهمت الصدق والأمانة والوفاء والحياء والحج والصوم والصلاة وكل شيء، ألف ثغرة أكو في حصن دخل من الثغور. بالفعل دخل من الثغور، الله ما يكذب، لا شك في كلمة العالم، الله حسن، هذا مو كذب أبدا، صدق ما في ما. فتبين أننا نحن الذين لم نحفظ الحصن، وإنما جعلنا فيه ثغورا ليدخل كل منه. نحن بحاجة إلى الحصن، كلمة لا إله إلا الله حصن، والحصن عبارة عن تفهم الإسلام كما قلنا، الدعوة إلى هكذا إسلام. الشيء الثالث شنو؟ تطبيق الإسلام. تطبيق الإسلام مو على غيرنا، نحن يجب أن نبدأ بتطبيق الإسلام، نعرف أين مكان السلم وأين مكان الحرب وأين مكان المدح وأين مكان الذم وأين مكان الحسينية وأين مكان. في الكويت أكو فرق منطقة فيها 20 حسينية، وأكو 20 منطقة ما فيها ولا حسينية، هذا عدم تفهم، أين نضع الحسينية وأين لا نضع. أو في بلد واحد 1000 عالم وفي 1000 بلد ما هو ولا عالم، هذا عدم تفهم التطبيق. إذا صنعنا هذا الشيء انطبق علينا حديث الإمام الرضا، كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. لا تنسوا كلمة العذاب، ولا تنسوا كلمة الحصن التي ذكرناها، ولا تنسوا كلمة بشرطها، ولا تنسوا كلمة بشروطها، ولا تنسوا أنه كيف يكون حصناً ويحفظ الإنسان من المشاكل في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.